والآن ليتلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور قرر المادة الأولى: يعين السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيساً لمجلس الوزراء. المادة الثانية: يعين كل من السيد الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان. السيد المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل. المادة الثالثة: يعين كل من الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، السيدة الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيراً للداخلية، السيدة الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيراً للبيئة، السيد الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيراً للشباب والرياضة، السيد الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد صلاح الدين مصطفى وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، السيد الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري، السيد المهندس محمود مصطفى كمال عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة، السيدة الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيراً للتنمية المحلية، السيد أحمد أشرف علي كجوك وزيراً للمالية، السيد شريف فتحي علي عطية وزيراً للسياحة والآثار، السيدة الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيراً للتضامن الاجتماعي، السيد الدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، السيد الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السيد المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين وزيراً للعدل، السيد المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد الدكتور أسامة السيد محمود محمد الأزهري وزيراً للأوقاف، السيد الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزيراً للطيران المدني، السيد المهندس شريف مجدي حسين أحمد الشربيني وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد علاء الدين فاروق زكي السيد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، السيد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيراً لقطاع الأعمال العام، السيد المهندس حسن محمد حسن الخطيب
وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، السيد محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم وزيراً للعمل، السيد الدكتور أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيراً للثقافة، السيد الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، السيد المهندس كريم إبراهيم علي بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية. المادة الرابعة: يعين كل من السيدة المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائباً لوزير الطيران المدني، السيد المهندس أحمد محمد ظاهر محمد حسين نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد المهندس مصطفى إبراهيم علي العياء علي الصياد نائباً لوزير الزراعة والصناعة نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد المهندس بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد الدكتور أيمن محمد بهاء الدين صادق البصال نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيدة الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي نائباً لوزير الصحة والسكان، السيد الدكتور محمد محمود ناصر الطيب نائباً لوزير الصحة والسكان، السيد الدكتور عمرو محمد قنديل شمس الدين نائباً لوزير الصحة والسكان، السيد شريف محمد فتح الكيلاني نائباً لوزير المالية، السيد ياسر سمير صبحي كامل نائباً لوزير المالية، السيد السفير نبيل رياض حبشي غطاس نائباً لوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السيد السفير أبو بكر محمد حفني محمود نائباً لوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السيد الدكتور حسام الدين محمد صلاح السيد عثمان نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة المهندسة صباح محمد عبد اللطيف مشالي نائباً لوزير الكهرباء والطاقة، السيد نهاد شاهين علي شاهين نائباً لوزير النقل، السيد المهندس ماجد محمد عبد الحميد متولي نائباً لوزير النقل، السيد المهندس وجدي شحات عبد الحكيم رضوان نائباً لوزير النقل، السيدة المهندسة مارجريت صاروفيم مينا يوسف نائباً لوزير التضامن الاجتماعي، السيد وليد حسين أبو المجد علي نائباً لوزير التموين والتجارة الداخلية، السيدة يمنى أسامة محمد فريد البحار نائباً لوزير السياحة والآثار. المادة الخامسة: يكون السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه. المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية.